الرحمن. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. جزاك الله خيرا يا خالد، ربنا يبارك فيك. خد بالك بس من واقيموا، الواو مرققه، الهمزه مرققه، واقيموا. جزاك الله خيرا يا خالد، ربنا يبارك فيك. زهره تقرا ان شاء الله. اتفضلي يا زهره. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اسمع لك سوره المطففين. سمعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب. زهرة، يوم يقوم، يوم يقوم الناس، يوم يقوم الناس، يوم يكون الناس لرب العالمين. جزاكم الله خيرا يا زهرة، ما شاء الله، والله بنسعد بأصوات أولادنا الجمال يعني. جزاكم الله خيرا يا زهرة، ربنا يبارك فيك يا زهرة ويحفظك يا رب. جزاكم الله خيرا. ناخد آدم. السلام عليكم يا آدم. السلام عليكم، تفضل يا آدم. أقرأ سورة الهمزة. تفضل يا حبيبي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب الإنسان، يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن لا، يحسب، يحسب دي قراءة تانية. يحسب، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمل ممددة. صدق الله العظيم. الله عليك يا آدم، صوتك جميل يا آدم، ما شاء الله، صوتك جميل جدا، جزاك الله خيرا، ربنا يتقبل. معنا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذة أسماء، ربنا يكرمك، اتفضلي. أبدأ من الآية كام؟ من الآية رقم 87. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد. احنا اتكلمنا في حلقة رسم القرآن أو رسم المصحف، رسم العثماني، إن في هنا الواو، هذه الواو لا تنطق واو، لكن مرسوم فوق منها ألف أو واحد كده، اسمه اسمها ألف خنجرية، فبننطقها ألف، بنقول أصلا، مش أصلا وا، أصلاتك. أصلاتك. نعم. تمام.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. الخلقلة في الدال، الحليم الرشيد. الحليم الرشيد. قالوا يا قوم أرأيتم. لا مش قالوا، قال. لا يا قال مش قالوا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. محتاجين نظبط الغنم، نقول إيه؟ نقول إن كنت على بينة من ربي. إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. الغنن الغنن. وما قوم لوط منكم ببعيد. وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي رحيم ودود. جزاك الله خيرا يا أستاذة أسماء. خدي بالك بس النهاردة اتكلمنا عن إيه؟ عن إن إحنا نبقى في ميزان للحرف وفي ميزان للمدود. فزي ما بنمد العرض للسكون مدناه أربعة نكمل أربعة. هنا قلت إيه؟ إليه. طب نقول إليه نزود شوية في المد عشان نظبطه يكون متوازن مع بعض. الغنن محتاجة ضبط، ما شاء الله أداء حضرتك ممتاز، المخارج ممتازة جدا، جزاكم الله خيرا، لكن الغنن محتاجة تتظبط، يبقى فيها ضبط، إن الغنة مش أقل من حركتين، غنة الإخفاء مش أقل من حركتين، والإدغام اللي فيه غنة مش أقل من حركتين، جزاكم الله خيرا يا أستاذة أسماء. معنا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، إزيك يا محمد عامل إيه؟ الحمد لله. ما شاء الله، أنت عندك كام سنة يا محمد؟ خمس سنين. ما شاء الله انت كبير يا محمد. هتقرأ سورة ايه؟ إذا زلزلت. اتفضل يا حبيبي. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جزاك الله خير يا شيخ محمد. ما شاء الله، ده نقول له الشيخ محمد. ما شاء الله، في يعني للأسف يعني في ناس كتير ما يعرفوش يقرأوا زي محمد كده. ربنا يبارك فيكم يا رب واجعل كل المسلمين من أهل القرآن يا رب. خد بالك بس اللي بيعلم محمد ياخد باله، يصدر غلط، مش حرف ظا ظا، لا حرف ص، يصدر مش يصدر، يصدر الناس أشتاتا. جزاك الله خيرا يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا حبيبي.